التعريف بالتراث الثقافي غير المادي والتثمينه والمحافظة عليه وحمايته من الاندثار عبر تسيير نقله إلى الأجيال القادمة بما فيه من قيم وتقاليد ومعارف ومهارات. تلك أبرز أهداف الأيام التراثية الأولى للتراث الثقافي غير المادي التي تنتظم من 17 أكتوبر إلى غاية 2 نوفمبر القادم بمركز تقديم التراث الثقافي بمدينة تستور المعروف بمقهى الأندلس. تم اختيار مدينة تستور وذلك لما تزخر به هذه المدينة من موروث حضاري تاريخي يمتد على العديد من القرون. نسعى على أن تكون هذه الأيام متواصلة في السنوات القادمة. يقتصر دورنا على عرض جانب من مخطوطات مدينة تستور من خلال العقود ومن خلال جملة من المخطوطات اللي تميز الجانب على الأقل البصمة الأندلسية. هذه التظاهرة التي تنتظم في إطار الاستعداد للاحتفاء بالذكرى 20 لاعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اتفاقية التراث الثقافي غير المادي مثلت مناسبة لعرض منتوجات حرفي الجهة والتعريف بها الزوار إلى جانب جملة من العناصر المسجلة على لائحة التراث العالمي إلى جانب الندوات العلمية في الغرض. اليوم شاركت باش نعرف المرقوم متاع بلادي ونعرف التطورات كيفاش بدلناه كيفاش كان تجدودنا ينزجوه وكيفاش توا ولينا نحن ننزجوه. الألعاب التقليدية والتراثية إلى جانب فنون الأداء والموروث الغذائي والحرف التقليدية كانت كذلك من بين المعروضات على هامش هذه التظاهرة التي يسعى القائمون عليها إلى تحويلها إلى مناسبة سنوية لرفع الوعي بأهمية التراث بأصنافه المختلفة. اللعبة هذه اسمها لعبة الخربقة، كانوا أجدادنا والناس متاعنا وعاداتنا، هي حاجة من عاداتنا من قبل كانوا يلعبوا فيها. تويكا احنا حبينا نأطروا صغيرة ذوما جينيراسيون اللي طالعة جديدة، نحبوا احنا باش التراث متاعنا ما يندثرش. باش نكون نعرفوا بالمنتوج متاعنا، شنية عنا جديد، شنية اللي قاعدين نخدموا فيه، شنية فهمتني اللباس متاعنا التقليدي كيس قشابية كل البنوس كل الجبة كذلك لباس نسائي فهمتني. الأيام التراثية الأولى للتراث الثقافي غير المادي في دورتها الأولى بتستور هي من تنظيم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث والديوان الوطني للصناعات التقليدية وعدد من الجمعيات المختصة في التراث إلى جانب مخبر الآثار والعمارة المغاربية.